ثانك يو براء. مساء الخير. لا بدنا حيويه اكتر من هيك. مساء الخير. هاي جايز، اهلا بكم لاي جين كونفنشن، نورتونا. انا مبسوط بحضوركم، يسعدني جدا اشوفكم خارج نطاق زيرو بينج اور ويكلي بودكاست. زي ما سمعتوا معايا، معايا زميلي العزيز امين عباس. نسمع تحيه لامين عباس بعد اسمكم. مساء الخير امين. مساء النور، كيفك؟ الحمد لله. شو الاخبار؟ طيبين. تمام، الله يحييك. طيب بدك بقى تستلم انت، تعرفنا على احلى ضيوف عندنا اليوم. اكيد، تفضل. ندرس الاستاذ حيدر محمد. طبعا استاذ حيدر غني عن التعريف، مبتكر شخصيه الكرتون شمبيه خاصه. استاذ حيدر نحب وضيف شفتك معانا، وشكرا على الحضور. طبعا بالبدايه انا اشكر لكم الدعوه الطيبه هذه، وتشرفت بالحضور اليوم. ومعرض ممتاز من نوعه، ونحتاج لتكرار هالنوعيه من المعارض، وتشرفت بالحضور والتقاء بهالويوه الطيبه. اكيد احنا كمان اسعد انت موجود معنا سيد حيدر، ان شاء الله تكون مبسوط معنا ان شاء الله اليوم. اوكي امين، تحب تبدا السيدة أمل ولا الأستاذ فلاح؟ سيدة أمل حتماً يعني. السيدات أولاً. السيدات أولاً. طيب يلا تفضل. طيب الأستاذة أمل طبعاً هي أسطورة من أساطير الدبلجة العربية. كابتن ماجد، موكلي، صالون الصياد الصغير وغير العمالة ربينا عليها يعني. طب عندي سؤال، مين لسه فاكر الأغنية بتاعت كابتن ماجد؟ أي حد فاكر أغنية كابتن ماجد؟ آه لا؟ أوكي، there you go. طيب. موكلي صيد موكلي، وعندنا حاجات كتير جدا. فأمل مساء الخير. مساء الورد، شو اخبارك؟ يا هلا، نورتي دبي. تسلم. انت كيفك مع الاي جين كونفنشن؟ والله انا فرحانه فيكم كتير، فرحانه بهالطاقه الرائعه، طاقه الشباب وطاقتنا نحن شباب يعني. طبعا انتوا طول عمركم شباب يعني، احنا بناخذ طاقتنا منكم. تسلم. الله يخليكم. حلوين، وممكن تعملوا كتير اشياء حلوه لانه عندكم حماس وعندكم ايمان، وشكرا كثير لكم، نحن فرحانين فيكم. احنا اسعد، احنا اسعد. يلا امين، بن دايما بنخلي استاذ فلاح لاخر شيء لانه هو مش تقيل. عندك الرجل الحديدي. ايوه ايوه، الرجل الحديدي. عندنا ولينا وحكايات عالميه. بالضبط. وفلونا وغير اعمال كثير يعني. طبعا استاذ فلاح يعني انا اعتبر يعني ابدل الجميع يعني صراحه يعني. لا تكبرني. لا لا عمي، لا عمي تستاهل، عمي صراحه تستاهل يعني. شو اخبارك استاذ فلاح؟ يا هلا بالجميع، انا سعيد جدا طبعا بوجودي معكم، وما كنت اتصور ان هذه الاعمال، قبل شويه كنا نتكلم، ما كنت اتصور انه هذه الاعمال راح تستمر تعيش فتره طويله، لان اجهزه الاذاعه والتلفزيون وهذه يعني اجهزه استهلاكيه عاده، كل ما ياتي شيء جديد يمسح ما قبله، لكن يبدو ان هناك من الاعمال ما يمتلك الديمومه من حيث الحضور والمتابعة. فأنا شخصيا فوجئت منذ سنوات بوجود أعداد كبيرة من الشباب الذين كانوا صغارا عندما تمت دبلجة تلك الأعمال، هم الآن 35 و 40 يعني 29 خمس سنوات. هلا كبرت كل الأجيال يعني، إذا واحد مو هو يمكن أبوه أو أمه ملاحقين على تلك الأعمال ويتابعوها لحد الآن ويوجهون تحيات. هي يمكن أجمل مردود لأي عمل أو لأي فنان أن يشوف ثمرة جهوده. طبعا هذه الأعمال في إنتاجها وفي دبلجتها يعني استغرقت ليالي طويلة من العمل. بالضبط. على فكرة أخذت سؤال مني أنا هلا، كان بدي أسألكم إنه إحنا طبعا إحنا صغار نقعد نستنى كابتن ماجد قدام التلفزيون بنشوف المشروع النهائي، أوكي؟ بس أنتوا بتخبرونك يعني أديك بتاخذ منكم ساعات زمان تقعدوا تحضروا، كيف بتحضروا الصوت؟ كيف بتقولوا اوكي الشخصيه هاد بدها هاي الطبقه من الصوت؟ كيف كانت تحضيراتكم موجوده زمان؟ هذا سؤالي لي لكم الكل الكل. طبعا هذه الاعمال هي اغلبها او كلها يمكن احنا اللي اشتغلناها من خلال مؤسسه الانتاج البرامج المشترك لدول الخليج العربي ومقرها الكويت. اوكي. بدينا الاعمال هذه تقريبا سنه 1980. قسم منكم لسه لم يولد بعد، ما كانش فكروا فيني حتى لسه. فهذه الأعمال تأتي من اليابان بعلب فيها الشريط الصوري وفيها الشريط الصوتي للمؤثرات والموسيقى، وإحنا نعمل تراك الصوت. طبعا تأتي مع هذه الأعمال نصوص باللغة الإنجليزية نقوم بترجمتها
وإعدادها وتجذيبها، ونعمل ونحرص على سلامتها لغويا، ثم نطبق هذه الجمل الحوارية على حركة الشفاه الليبسينج. فإذا كانت أقصر نطولها، وإذا كانت أطول نقصرها، بما يحتفظ بالمعنى الأصلي لكل جملة. وبعد ذلك تطبع هذه النصوص بعد إعدادها، ثم نبدأ بالتفكير بالشخصيات، من هو الممثل صاحب أي صوت ولأي شخصية ممكن أن يناسب. طبعا بعض الحلقات مثل لو تذكرون مسلسل مغامرات نحول، مظبوط، كل حلقة فيها عدد هائل من الشخصيات، مظبوط، الصغيرة، سراعيف وحيوانات ونمل وبعوض وطيور وفراشات. فمن غير المعقول أنك تجلب إلى الاستديو مثلا 100 ممثل، فحتما واحد يدرب مجموعة من الممثلين من ذوي القدرة على تمثيل كاركترات عديدة. مظبوط، لأنه هو كان أيام زمان مش مثل دلوقتي إنه في تكنولوجيا وفي أدوات كتير تقدر تدخل كذا صوت مع بعض. هو مظبوط. بس أنا عندي كمان سؤال أستاذة أمل، كيف كانت تحضيراتك لكابتن ماجد مثلا؟ أي نعم، والله الكابتن ماجد، تخيلوا لقلكم سر، ما كنت بدي أشتغل كابتن ماجد. أوكي. قلت أنا عاملة قبل ماوكلي وعاملة الصياد الصغير، فهي أعمال كتير فيها قصص إنسانية وشفافة وفيها قيم كبيرة، وكابتن ماجد حلو وظريف وفي شيء إنساني، مزبوط، لكن كرة، وأنا ما كان مزاجي في الكرة. فقلت ما بدي. بهالوقت حابة أرسل تحية للأستاذ مناح حجازي لشركة زهرة اللي صارت سبيستون بعدين، حقيقة شابو لألون، لأن كانوا مصرين يعملوا أعمال مهمة، وكانوا مصرين يجيبوا أصوات مميزة، وأصروا أني أنا أشتغل كابتن ماجد. هالإصرار هذا أعطاني إحساس بال يعني أنه خلاص هاي مهمة كتير كبيرة. فاستلمت ماجد، طلعت فيه هيك وصفنت فيه وصفن فيني، وحكينا مع بعض ورمزنا بعض، وقلت له أوكي رح أعمل كابتن ماجد. وصلت بعدين بالحماس للكابتن ماجد، أنه مرة كنت عم بضرب كرة من قلبي مشان هيك اتفوق على بسام، ورحت ضارب المايك برجلي. فكان كتير يعني أكشن، وكنا بهداك الوقت يعني بحب ضيف للأستاذ فلاح أنه هلأ كل ممثل بيجي على الاستوديو بيسجل الشخصية كاملة لحاله، ما بيشوف حدا. أوكي. نحن قبل كنا نجتمع في الاستوديو 8 ممثلين 10 ممثلين، نقعد هالقعدة هاي والميكروفونات بيننا، ولما يصير خطأ من أحد الممثلين نضطر نعيد مشهد كامل، نعيده. أوكي. مرة تانية. فهالكرة هاي اللي ضربت فيها المايك بجوز عايدتها شي 7 مرات. بس ضربت المايك 7 مرات؟ لا، مرة واحدة. مرة واحدة. طيب أمين، عندك سؤال؟ أنا السؤال اللي دوما يحيرني صراحة، يعني في الدبلاج بشكل عام، أنتم تشوفون المقطع أو تشوفون يعني العمل، طبعا في الماضي انت تحطون العاطفه، تحطون الباشن في العمل، هذا الشيء للاسف الحين انفقد، يعني ضاع. فنعرف ليش هالشيء ضاع، شو السبب؟ هي الاعمال سابقا كانت فيها قصص انسانيه، اذا تذكرون حكايات عالميه، مزبوط، من كل بقاع الدنيا، من كل بيها قصص. يعني واحده من القصص مثلا البؤساء اللي انا مثلت بها دور جان فالجان، هذا يستمر مثلا 16 حلقة أو أكثر. مزبوط. هي الحلقة مليانة بالمشاعر والأحاسيس إلى آخره. ممثل الدوبلاج لا تتاح له فرصة مثل ممثل الإذاعي أو التلفزيوني أو المسرحي، لأن هناك يأخذ مساحاته كاملة في التعبير والصمت وتلوين الإلقاء بكيفه ممكن يعيد أو كذا. هنا محصور في داخل مسافة من حركة الشفاه. الممثلين اللي نجحوا هم الممثلين اللي استطاعوا أن يؤدوا هذه المشاعر ضمن هذه المساحة. فهي حقيقة تحتاج إلى قدرة من الممثل، إلى استرخاء في الأداء يعني، وممارسة طبعا. الممثل في أعمال الدوبلاج ليس يحتاج فقط الصوت، وإنما يحتاج ثقافة العامة، يحتاج علاقته مع الميكروفون، يحتاج لغة العربية السليمة، وانتباهته الشديدة، انتباهته للكاركتر نفسه، طبقة الصوت، حركة الشفاه وهكذا. فعلا مثل ما قال الزميلتي هنا،
أنه إحنا كنا نسجل مقاطع كاملة مع بعضها، يعني ممثلين مع بعض، وإذا غلط واحد طبعاً نعيد. زين، وهاي تخلينا عايشين إلى حد ما مقاطع كاملة يعني حتى بالتلفزيون حالياً يسجل مقاطع، لكن هناك المسافة متوفرة للممثل، هنا الممثل محصور ضمن هذه المساحة من الحركة. فتسألني عن المشاعر، لأن هي كان في مسلسلات إنسانية، الآن اللي أشوفها كلها أعمال أكشن لا يكاد فيها حضور للحوار ولا يكاد الإنسان يلتقط منها فد قصة واضحة المعالم. مزبوط. احنا اشتغلنا قصص ومسلسلات إنسانية بها يعني تثقيف بمنظومة قيمية معينة أخلاقية أو غيرها، بها معلوماتية، بها معرفة باللغة نفسها. كثير جيل ذاك الوقت نمت لغتهم العربية من مشاهدة أفلام الكرتون. مزبوط. وهذا أنا ألاحظه باستمرار، وحاليا أنا أعيش في بريطانيا، كل الناس في أوروبا من الجالية العربية يبحثون عن تلك الأعمال حتى يسمعوها لأطفالهم، فإذا ما تعلقوا بها تتحسن لغتهم العربية. مزبوط. مزبوط. وإحنا تعلمنا منها و يعني وعلمنا من خلالها، واحنا كمان احنا صغار تعلمنا اللغه العربيه منكم بصراحه. يعني يعني يمكن غطيت سؤالك شوي. لا بالضبط، لا حضرتك وجودنا بشكل يعني رائع وكويس يعني. بس لا انا عندي كمان سؤال استاذ حيدر، هلا برايك ايام زمان كان الكرتون اهم ولا هلا؟ هل انت شايف مثلا من منظورك انه زمان كان الكرتون ليه قيمه اكثر من دلوقتي، ولا هاد دلوقتي بقى مجرد بس الوان و فايتنج وكلام ده كله؟ انت ايه رايك في الموضوع؟ والله في رايي انا الكرتون يعني عايش في كل الازمان، كان بالسابق ولا الان ولا للمستقبل. هذه قوه الكرتون، القوه اللي موجوده في الكرتون، وانه يدخل في كل المجالات، كان في مجال الترفيه، مجال الاعلانات، مجال الانفوجرافيك، في السياسه حتى عندك الكاريكاتير اليومي جزء من الكرتون يعتبر. فالكرتون انا في وجهه نظري ما له وقت وممكن ينتهي، هو يعيش يعني اليوم خاصة في مع وسائل التواصل الحديثة اليوم، أنا أتصور أخذ بعد أكثر وانتشار أكثر وراح يأخذ أكثر. لكن دائما احنا دائما نقول اللعبة الأساسية في الكرتون هي وين؟ هل الجانب التقني أم الجانب الفكرة؟ مزبوط. هي الفكرة مثل ما قال الأستاذ فلاحي، الأعمال السابقة كانت تتميز بعمق الفكرة وقوة الفكرة، الآن نوعا ما صارت الأفكار استهلاكية أكثر، تقنية أكثر، تقنية أكثر، وصارت تشتغل أكثر على الجانب البصري وليس على الجانب الفكري. ألوان أكثر، إضاءة أكثر. الجانب البصري ترى هي خطين متوازيين، في جانب تكنيك اللي هو الجانب البصري والجانب الفكري. المشكلة اليوم صناع الكرتون اليوم، ونحن نفتخر أن يعني شركتنا فانر برودكشن إحدى صناع الكرتون اليوم، نحن وعينا للنقطة هذه في مسلسل شعبية الكرتون. لو الناس شافوا المواسم الأولى كان الجانب التقني مش قوي، كان جدا عادي، لكن سبب نجاح العمل الجانب الفكري فيه كان قوي الحمد لله. اوكي طب تمام. امين سؤال. بضيف نقطه مهمه صراحه كنت ما حد لاحظت عليها، طبعا التقنيه موجوده صحيح يعني في كل الاستديوهات، لكن في شيء مهم ما حد لاحظ عليه في الدول الغربيه، في اليابان، في امريكا، في اوروبا، في فريق خاص يعني تحكي او يعني مختصين يشوفون كل ممثل كيف ادائه، شوف كيف الصوت وكذا، فيطلعون الشيء المطلوب من العمل. هذا الشيء مفقود عندنا في الوطن العربي، هذا الشيء صحيح صحيح يا جماعه اقول يعني صراحه، يعني حتى يعني جماعه عظيم خير من جيت البيام، جيت الخليج، ركزوا على النقطه بالذات. الاعمال حاليا اعمال ماديه فقط، ما فيها اي وعي للاطفال واي شيء ثاني صراحه يعني، وهذا الشيء للاسف اللي يحزننا صراحه. يعني انا بدي اعلق على هاي النقطه بالذات، هذه الأعمال حتى تكون تربوية وحتى تكون يعني مفيدة مثل ما كانت أيام زمان لازم تعتمد على مؤسسة هي بالأساس بها هذا الجانب التربوي، يعني مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك اللي اشتغلنا من خلالها هي مؤسسة غير ربحية، مؤسسة كانت خليجية من 6 دول الخليج إضافة للعراق، اللي أنتجت افتح يا سمسم وسلامتك وبرامج أخرى تربوية تذكروها. فكان في هذه المؤسسة قسم للدوبلاج وقسم حيوي هو اللي أنتج كل هذه الأعمال. هناك شركات أخرى أيضا أنتجت ولكن ذات ضمير، يعني ما كان الفنان عنده استعداد مثلا أن ينتج عمل باع
بائس أو غير تربوي فقط لأنه راح يحصل شوية ملاليم. على فكرة الممثل بأوروبا إذا مثل بجدي دوبلاج حتما يمتلك لفت برجين مثل ذولا. يعني أنا اشتغلت أكثر من 1000 حلقة، لو واحد بأوروبا مشتغلها مثلا ممثل أمريكي أو شيء كان صار ملياردير. لكن إحنا بالوطن العربي نأخذ أجور هي اللي تكفينا نسهر ونقعد ونأكل ونشرب وخلاص، وصارت في خبر كانة هي والأعمال. هاي حقيقة طبعا لازم تعرفوها. فمؤسسة الإنتاج برامج المشترك للأسف بعد الأحداث وغيرها اللي صارت خفى دورها وألغت قسم الدوبلاج كاملا. فإذا دائما الناس يسألوننا كأفراد إحنا ليش ما تنتجون دوبلاج، ليش ما تسوون، هذه المسألة لا تتوقف على الأفراد، هذه تتوقف على مؤسسات ذات ميزانية وذات مخطط وشنو تريد ومدعومة لازم حتى تقدر تقدم أعمال غير ربحية ليس الهدف منها الربح. أما الأفراد فما راح يجيكم تاجر، التاجر قد ما يشتري إلا هاي الأفلام مالت الأكشن اللي شوفوها ويريد يسوقها. لذلك هذا هو السبب في أنه يعني الأعمال اختلفت أو ما إلى ذلك. سلامة تفضلي. عندي إضافة صغيرة. هلأ بالعالم كله إذا بتتابعوا الأغنية، بتتابعوا الفيلم السينمائي للكبار، بتتابعوا برامج الأطفال، حقيقة بالعالم كله في هجمة باتجاه تغييب المشاعر والقلب والعقل أمام العنف، أمام شيء فظيع. يعني حتى جماليا ما عم بيكون حلو. مزبوط. مقابل أنه أنت تضل بحالة مغامرة وبحالة استعداد لجريمة وإلى آخره. أنا بقول هي تحتاج بالعالم كله إلى يقظة، وهي عم تحصل على فكرة بشكل ما، عم تحصل أنه الناس هالحنين هاد لما هلأ بتقولوا وين الرجل الحديدي، وين ماوكلي، وين عدنان ولينا، بتقول أنت الإنسان بطبعه يبحث عن الحب، يبحث عن الإنسانية. فنحن لها معنى كمان. على شيء له قيمة وحساس يرجعنا لإنسانيتنا لطفولتنا. فهل هالهجمة هاي نحن للأسف العرب أول ناس نستقبلها وأول حدا بيضمها لقلبه نحن. صحيح. يعني ما كتير منفكر. شركات الإنتاج لما بلشت صغيرة كانت تبحث، تروح على اليابان، تروح على هوليوود لينقوا فيلم حلو ويعملوه حتى ينجح. بعدين صاروا يشتروا بالصندوق الأعمال. صحيح. ما تعرف أنت بهالصندوق شو جايك. صحيح. بيطلع فيلم حلو وعشرة مش نوع. حلوين. مزبوط. مزبوط. طب أنا عندي سؤال إليك هلأ. طبعا حضرتك من ماوكلي لكابتن ماجد لحتى محقق كونان إذا مش غلطان، مين بيحب المحقق كونان هنا هون شباب؟ لا 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 كابتن ماجد أكثر من كابتن ماجد. لا لا لك كونان حبيبة قلبي أمال سعد الدين هي اللي لعبت كونان. أوكي. أوكي لأنهم كانوا حاطين اسمك كمان على فكرة. أوكي طب هلا أنا عندي سؤال. مثلا فرضا إجاكي شغل دبلاج لشغلتين بوقت واحد، كيف بتبقى طريقتك ان انت بتحضر لكل شخصيه؟ هل بتكون نفس طريقه والله ان انت بتقدمي على فيلم او مسلسل؟ لان احنا بنعرف طبعا انك لما تكوني بفيلم عادي او شغله بنقدر نقرا تعبير وجهك او تعبير الجسم بحيث نفهم اللغه انت حتوصليها من اي احساس، لكن لما تعتمدي على الصوت بشكل كامل كيف بتكون تحضيراتك للموضوع؟ الممثل الدوبلاج هو يكثف كل احاسيسه بصوته. ما في وسيله اخرى غير انه هو يعمل هالميكس بين احساسه الشخصي وبين الرسام اللي رسم الشخصيه في الكرتون. أوكي. لانه انت عم تعمل دوبلاج غير الاذاعه بقى، وخصوصا انه كمان الرسومات بتيجي من برا. اوكي حتى اذا اجت من هون انت الرسام رسم، وانا كممثله شفت هلا الكاركتر بدي اعمل بيني وبين هالشخصيه تواصل. اوكي هالتواصل هذا هلا انا بقول لكم شيء بجوز الاستاذ فلاح بيعرفه منيح. في شخصيات ما منيح نستعر لها طبقه، انت بتستخدم طبقتك الطبيعيه. انا بقول لكم ماوكلي الكابتن ماجد انا استخدمت صوتي الطبيعي. أوكي. لكن في فرق بيناتهم لما بتشوفهم هالفرق. في ناس بيقولوا لي قلديلنا ماوكلي وقلديلنا كابتن ماجد، انا بقول لهم انا اعيش ماوكلي واعيش ماجد، انا ما بقلدهم. يا خساره، طب كنت هطلب منك تعطينا صوت بسيط راحت علينا هيك. طبعا لانه انت بتحس هاللحظه. انا ماوكلي يوم اللي مات جده
الاستوديو كله صار يبكي معي ووقفنا التسجيل لأنه كتير زعلت على على الجد وانقهرت وعشته. يعني نحن منعيش هالشخصية هاي لحتى، وبعتقد هذا اللي وصلنا لعندكم إنه أدينا بصدق، أدينا بإحساس، كنا نحمل شخصيات معنا على البيت تعيش معنا. يعني هي فعلا يعني احنا طبعا نشاهد الحلقة مثلا ونكون نقرين النص ونحاول نفهم، لكنه بعد حلقتين أو ثلاثة إحنا ننسى أنه ذولا كارتون حقيقة. يعني كنا نعيش مثلاً عدنان أو الرجل الحديدي أو ليدي أوسكار أو الحوت الأبيض أو أصدق أي هاي المسلسلات الكثيرة، يعني إحنا كنا نعيش الشخصية كما لو كانت هي شخصية حقيقية وتنتهي علاقتنا. توم سوير إذا تذكرون وغيره، أي أيامنا الحلوة أو أحلى الأيام، والله نسيت حتى أسماء كثيرة. زين حقيقة شكل الكاركتر المرسوم يوحي للممثل بصوت، يعني أنا لا أستطيع أن أتحدث صوت عدنان خارج الشاشة، من يكون عدنان أمامي هو يعطيني صوته. لذلك الإخوان مثلا يقول لك انطيني بالله مقطع من عدنان، هذا مثل لي مقطع من الرجل الحديدي. الرجل الحديدي مثل ما تفضلت سيدتي الغالية، الممثل يمثل بصوت الطبيعي بعض الشخصيات، وبعض الشخصيات تحتاج إلى كاركتر يؤدي. يعني أكو هنا إشكالية تتعلق بالممثل. الممثل اللي صوته طبيعي بالحياة مثلنا يقدر يؤدي عدة كاركترات، لكن هناك ممثلين هم صوتهم بالأساس كاركتر ما يطلع منه شكل آخر. يعني مثلا أضرب لكم مثال، كانوا يانا الله يرحمه علي المفيدي، الله يرحمه علي المفيدي، هو هذا المهندس هذا صوته زين، فهذا من تطير شخصية هو هذا صوته، إيش ما يغيره هو علي المفيدي. لكن أنا من أغير صوتي كنت أمثل ثلاث أربع شخصيات يتحدثون مع بعض في نفس المشهد، يصادف يعني مع الأحداث بعدين ينجمعون، هذا صوته رفيع، ذاك صوته من الأنف، هذا صوته ضخم، هذا وبيناتهم صوتي الطبيعي يلعب. هذه بعض الممثلين اللي يفيدون بالدوبلاج أكثر هم من هالنوع اللي صوتهم العادي طبيعي مثلنا هالشكل، لكنه يقدرون يطلعون كاركترات. وطبعا هي الممارسة مع العمل أيضا تخلي الواحد يصير عنده يعني مهارات، المهارات اللي تضاف للممثل هي تخليه يستمر في هذا الجانب. أستاذ فلاح، يعني في سؤال مهم صار شفاي سوي عنه، أنت كيف تمثل عدنان في عدنان ورينا كمجر حديدي في نفس الوقت يعني نفس الفترة بهالأسلوب القوي، يعني شو يعني جذبك في الأعمال هاي بالذات؟ يعني كيف تقدر تفرق بين يعني مثلا الرجل الحديدي بده شخصيه، عدنان وليد بده شخصيه ثانيه، فانت كيف تقدر تحط الحد؟ الحقيقه الرجل الحديدي هو اول عمل مدبلج للمؤسسه اللي انا مثلت بدور كمال، كانت وياي الفنانه عصمت محمود وعدد كبير من الممثلين طبعا. زين انا جيت للشغله يعني من خلال خبره بالاذاعه طويله عندي، يعني انا مشتغل ممثل بالاذاعه لسنوات طويله وممثل يعني أعداد هائلة من العمل، ومشتغل بالإذاعة أقدم برامج منوعة وثقافية عدا المسلسلات والتمثيليات. فحقيقة الممثل يكون عنده علاقة مع المايك. أكو ممثلين يعني ما يقدر يتعامل، ما يعرف شلون يبتعد أو يقترب من المايك في اللحظة المناسبة، هذا الخبرات التقنية. يعني إضافة إلى الإنسان هو الفنان أكثر واحد بالعالم يحتاج إلى الثقافة. يعني أنا كل الفن دخلت له من باب الثقافة، يعني باب الأدب والشعر والمسرح، لأن يعني دراستي أصلاً مسرح، فاستفدت من تجربتي الإذاعية والمسرحية. لكن مو كل ممثل مسرحي أو إذاعي أو تلفزيوني يستطيع أن يكون ممثل دوبلاج. جبت أساتذة من معهد التمثيل العالي في الكويت فشلوا، جبت ممثلين نجوم فشلوا، بينما بنية صحفية وتعرفون اسمها بس أقول لكم إياه استطاعت أن تتدرب وتصبح واحدة من أفضل المدبلجات في العمل اللي اشتغلنا، اللي هي إيمان حسين. بنية صحفية لكن عندها قدرة على الأداء، وصوتها ممكن يؤدي صوت طفل أو نملة وممكن يؤدي صوت امرأة كبيرة، فاشتغلت أدوار عديدة. بينما ممثلين كبار يجي يشوفها خاصة بالطريقة اللي كنا احنا
يعني نسجل بيها، مو مثل هلا يسجل الحوار مالته ويطلع من الاستديو بعدين هم يركبوا لي على الصوره. هذا انا بيوم واحد اقدر اشتغل مسلسل بهالطريقه هاي، صح لو لا؟ بيوم واحد اقدر اسجل مسلسل، تعال فلان سجل دورك واطلع، ما يصير. لذلك ماكو روح، الروح تاتي من خلال تفاعل الانسان ويا المشهد، هذا اللي كان يحصل. شكرا. شكرا. اوكي استاذ حيدر، سؤال عندي لك، شو رايك شو المعايير او شو الخطوات اللي لازم سواء كشركات دوبلاج او كممثلين او 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 اللي ممكن تتبعها بحيث نرجع الكرتون العربي مثل ما كان زمان؟ طبعا بالنسبه لنا احنا هو الدوبلاج يعني هو جزء من عملنا بالشركه، احنا شركه انتاج يعني من الصفر نبدا العمليه، الدوبلاج يكون جزء من العمليه ككل، او خلينا نقول هي كاستكمال ما بداها اساتذتنا من فتره الثمانينات والتسعينات. كانت العمليه كرتون مثل ما قلت كانت مستورده من اليابان، كانت تستورد من دول الغرب ويتم فقط الدوبلاج هنا في العالم العربي او في من خلال برنامج مؤسسه الانتاج البرامج المشترك. لكن الحمد لله احنا بفضل قادتنا هنا في دولة الإمارات والحمد لله رب العالمين، الإمارات دائما سباقة، فقررنا أن ما نستمر، فما تكون العملية فقط دبلاج، لازم تبدأ صناعة الكرتون نبدأها من هنا. لذلك بدأنا بإنتاج من خلال شركتنا إنتاج شعبية الكرتون، أيضا محمد سعيد حارب بدأ بفريج، فبدأنا من الإنتاج الكرتون ككل من الزيرو، على اعتبار أن حتى الأعمال اللي كنا نجيبها من الخارج كانت لها قيم إنسانية عالمية، بس في كثير منها لها قيم خاصة بمجتمعاتها هي، ما لها علاقة بمجتمعاتنا نحن. فكان المفروض أن نصنع كرتوننا اللي فيه قيمنا العربية الإسلامية الخليجية، فهذا كان التحدي الموجود عندنا، والله الحمد نجحنا فيه من خلال نحن في شعبية الكرتون من خلال فريج محمد حارب، اليوم صاروا العملين من الأعمال الناجحة الحمد لله بالمنطقة. فالجزء الدبلاج هو جزء مهم بالعملية، وإحنا عندنا فرق ممثلين شغالين معنا. وفي نقطة مهمة أتكلم عليها الأستاذ فلاح، إن أحيانا في من الأشخاص شخص واحد عبارة عن مجمع أصوات، نحن عندنا كاركتر شامبي مثلا يدي 5 كاركترات بالعمل بدون ما يستخدم أي أجهزة تقنية. في كثير من الناس يعتقدون إحنا نستخدم أجهزة في تغيير الأصوات، مع أنه لا، عنده سبحان الله يعني موهبة من الله يغير صوته. عندنا أيضا مجموعة من الشباب يدون الأصوات بدون أي أجهزة. بالنسبة لنا نحن هي صناعة كرتون بشكل عام، بديناها إن شاء الله، وطبعا نتطلع إلى المنافسة العالمية خلال السنوات القادمة. عندنا القدرة اليوم، عندنا القدرة الحمد لله، الجيل الحالي جيل جدا ذكي، عندنا يتعامل بالتقنيات الحديثة، عندنا الأفكار الحديثة، والتقنيات كلها موجودة اليوم عندنا بالعالم العربي، وعندنا فرصة ويمكن ما كانت موجودة بالفترة السابقة، اليوم عندنا، والجيل الحالي أتصور ما عنده أي عذر، ما عنده أي عذر في أنه ينافس عالميا حتى. مظبوط. طيب أنا عندي سؤال لأستاذ فلاح والسيدة أمل، هل الجمهور الموجود هذا بيطلع أنه تعملوا إشي مدبلج منيح بالمستقبل القريب؟ هل في أي مشاريع لأي كرتون أو أي شيء مدبلج يرجعنا لأيام طفولتنا شوي؟ يعني اذا في اعمال جديده مميزه انه شيء نحن هلا عم نحضره، لا يعني في اي شيء الحين، لحن في اعمال عربيه واعمال يعني خارجيه يعني تنتج، اعمال مميزه انا حتى اتابعها شخصيا. اذا جاء لكم فرصه تمثلون فيها، هل انتم مستعدين تدبلجون فيها ام لا؟ انا مستعد ادبلج اي عمل اذا كان به المواصفات اللي احنا اشتغلنا عليها بقيمها الانسانيه والفكريه واللغويه، ما عندي اي مشكله، احتاج فقط الى مؤسسه منتجه ذات اهداف يعني حيويه ونظيفه. انا بدي اقول انا فعلا ما اشتغلت الا الاعمال اللي اقتنع فيها، وكثير اعمال من زمان كنت ارفضها لاني ما اقتنع فيها. لما بيجي عمل حتى هذه اللحظه، عمل جميل ومكتوب بشكل حلو، وانا متحيزه الى انه نحن نصنع فيلمنا، نحن نصنع برنامجنا، نحن نعمل الانيميشن، بحيي هي التجربه الموجوده هلا في الامارات، بحيي تجارب كثير موجوده في الوطن العربي، في مصر صار في تجارب كثير مهمه، في سوريا، في العراق،
أنا بتمنى هالتجارب هي تدعم، لكن أنا بقول لكم ملاحظة، في نحن نحتاج إلى إعادة بناء ثقافة في بلداننا على مستوى المدرسة، الحي، البيت. نحن فيلم الكرتون يباع باثنين دولار، فيلم الكبار بألف دولار، بس لأنه هذا للطفل. بيكون في مسابقة، مسابقة أطفال، مسابقة فن الطفل، مسابقة لفن الكبار، هاي الجائزة واحد، هون الجائزة ألف. ليش؟ مع أنه كلكم بتقولوا، كلنا منقول فن الطفل صعب، هذا كلام منقوله تنظير. نحن نحتاج إلى إعادة بناء ثقافتنا تجاه الطفل، هذا اللي بتمنى. طيب إذا تسمحوا لي بنسمح للجمهور أن يسألوكم أسئلة، حابين تسألوا؟ تفضلوا. بس طيب يلا أنا هجيكم. شغلتك يا علي. جراح والسؤال يعني الفلاح تحية، هي أقرب ما هي تحية يعني في الحاشة جراح. أستاذ أول شيء يعني سعيد جدا والله العظيم إني شفت الأستاذ فلاح هاشم اليوم. حبيبي تسلم جراح. يعني تربينا على صوته وعلى أعمال زي الرجل الحديدي وعدنان ولينا وليد يسكار وكل الأعمال القوية هذه والبرامج الهادفة اللي سواها زي الحين سلامتك والأمن والسلامة والأعمال التوعية القوية اللي سواها هذه، فبيض الله وجهك انت وكل فريق العمل في الكويت والعراق ومصر كل اللي اشتركوا معكم، بيض وجهكم كلكم والله. تسلم حبيبي، شكرا جزيلا لك. الله يسلمك طول عمرك، وتحيه خاصه للاستاذ امل وحويجه الاعمال القويه اللي سوتها، كابتن ماجد وموكلي والصياد الصغير. شمعتنا شمعتنا كانت اعمال حلوه مره سوتها والله. شكرا، تستاهلون كل خير وبيض الله وجهكم، سعيدين جدا شفناكم والله اليوم. تسلم وشكرا. الله يسلمك، تحيه للضيف الكريم طبعا. انا سعيد اني شفتك بعد تواصل عبر يعني الأجهزة الحديثة. الحمد لله والله، شرف لي والله سفلة. الله يسلمك. يا مرحبا. وهذا أبو خماس سفلة. يا هلا أبو خماس، شلونك؟ حياة، كيف الأحوال؟ هلا بيك. وزي ما بنقول ربنا يخلي فيسبوك وتويتر. مظبوط. أي سؤال تاني؟ حد عنده أي سؤال، أي تحية، أي استفسار؟ تفضل. السلام عليكم. يا مرحبا. تشرفت صراحة بشوفتكم في العرض الحي، بس يعني طلب أكثر من هو سؤال. إذا تقدرون، إذا ما تقدرون لكم الحق ترفضون صوتكم عليكم أمر، لو بس شيء خفيف خطوة واحد عن كابتن ماجد أو رجل حديدي، بس شيء على السريع إذا تقدرون. عندي حل أسهل، أعطوه صوت الخط واحد رسالة له. هذا اللي كنا نتحدث عنه قبل شوية، بس مع ذلك في الاتحاد قوة. ولقائي معكم في هذا اليوم لابد أن يحقق هدف، هدف لينا. في الغابة قانون يسري في كل مكان، قانون أهمله البشر ونسوه الآن. السلام عليكم أخ فلاح وأخت أمل، أنا بحب أشكركم نيابة عنا وعن كل إخوان هون، إنكم زرعتوا فينا قيم حتى المدارس ما قدرت تزرعها فينا، بإحساسكم بمجهودكم بكل شيء، حتى ما زال أنا ممكن الأفلام هاي عم بحضرها لأولادي، بحاول حتى إنه أزرع فيهم هذه الشغلات اللي كانت فيني أنا. الله يخلي لك أولادي. الله يخليك، شكرا كثير لك. شكرا كثير أخت أمل. شكرا لكم. سؤال ثاني؟ اي حد سؤال؟ أوكي. استاذ حيدر، اول شيء شكرا جزيلا على المبادره الحلوه في شعبيه كرتون، يعني وايد ناس كانوا يتكلمون يبون يسوون انيميشن، وايد ناس قالوا بس كله كلام، بس شو اللي خلاك انت بالذات تتحرك في الموضوع دي؟ لان هذه قالها لي واحد من الناس اللي كنت مثل ما قلت، كثير ناس عندهم احلام يبون يحققونها، بس مثل ما قلت هي احلام بس في الراس. هذا كان بالنسبة لي حلم من الصغر وأنا عمري 7 سنوات،
انه يكون عندي في يوم اللي اصنع الكرتون الخاص بي اللي من خلاله يعني اخرج افكاري للناس. وكنت من ضمن مثل ما قلت الناس اللي عندهم احلام ويقولون باكر راح نحققها، الى ان التقيت بواحد من الناس قال لي متى راح تحقق حلمك هذا. كنت اشتغل بالفتره هذيك لان انا كنت رسام كاريكاتير يومي ل 13 سنه في جريده البيان وجريده الامارات اليوم، فكنت اعمل كموظف. فكنت اقول له ما عندي الدعم المادي بحيث اني انتظر التمويل. فقال لي اذا بتقعد تنتظر الراتب نهايه كل شهر ما راح تحقق حلمك. فقال لي كلمه واحده، قال لي فولو يور دريم، اترك الوظيفه. فعلا قدمت استقالتي قلت كانت بالنسبه لي قلت يا الشباب اللي كانوا قلت لهم يا يعني هي خربانه خربانه خلاص تحذير يعني تحذير ما تعملوش كده في البيت فقلت اكون او لا اكون. وفعلا والحمد لله رب العالمين وبدينا العمل من خلال، طبعا كانت بداية جدا صعبه وبدون اي تمويل. وامانه كل التمويل اللي حصلت عليه قبل 13 سنه خسرته كله في اول تجربه، لكن بدينا مره ثانيه والله سبحانه وتعالى وفقنا وسددنا كل الديون علينا وزادت والله الحمد والحمد لله رب العالمين. هي في النهايه كل حلم انت بتحققه لازم تغامر فيه. اما ان اليوم مشكله شبابنا اليوم والاجيال الحاليه ان عندهم احلام مؤجله، دائما عنده حلم تقول له متى بتحقق حلمك، بيقول لك ان شاء الله قدام، ابحث عن التمويل، ابحث عن التشجيع. ما حد يعطيك التمويل، ما حد بيشجعك اذا انت ما تحركت، انت افرض نفسك على الاخرين. وهذا اللي صار في مجموعتنا نحن، نحن فرضنا انفسنا على التلفزيونات، فرضنا انفسنا على السبونسرز انهم يدعمونا بالعمل الجيد. فلذلك نصيحتي دائما للشباب، لا تنتظرون حد يمولكم، لا تنتظرون حاجه، انتوا ابدوا، انتوا من خلالكم افرض انفسكم على الاخرين. طيب للاسف قبل ما نختم، انا طبعا انا يحزنني ان بدي اختم الوقت معاكم، بس سؤال واحد بس يحزنني، بس انا بدي اسالكم انتم حركتكم ثلاثه، بدايه بالسيده امل، لو حابه توجه رساله لكل معجبيك الموجودين شو بتحب تقول لهم؟ احنا اصلا نشكر حضوركم اولا، وسعداء بانه اكو ناس لا زالوا يتذكرون هاي الاعمال او لا زالوا يشوفوها، وهذا مصدر سعاده. واتمنى ان توجد مؤسسات تعيد انتاج يعني او تدبلج اعمال تختار. على فكره اللي يريد عمل دوبلاج يذهب الى المصدر الى اليابان، فيقدموا له مئات الاعمال وعليه ان يجلس هو وينتقي. لا تزال هناك اعمال بمنتهى الروعه وممكن شراء حقوقها في الدبلجه للمنطقه العربيه. اضغطوا بطلباتكم على هذا الجانب من حيث ما تستطيعون على الجهات الثقافية حتى يتم إنجاز مثل هالشكل أعمال، وتشوفون بعد أعمال أروع من اللي شفتوها سابقا. شكرا جميعا لحضوركم. سيدة أمل، أنا الرسالة اللي بحب وجهها لهالحضور الحلو بقلكن كل شيء بدكن تشتغلوه قولوا هلأ بشتغلوا ومن قلبي. إذا ما انشغل من القلب ما بيعيش وما بيوصل. والأعمال هلأ اللي أنتوا عم تتذكرونا فيها نحن اشتغلناها من القلب، ما كنا عارفين وقتها أنه بعد كل هالسنين في ناس رح تتذكرها بهالحماس وبهالحب. أنا بقول السبب مو التكنيك ولا غير أنه اشتغلناها من القلب. اشتغلوا من القلب بيوصل لكل حدود، ما في حدود لوصوله، يدور العالم كله. شكرا لكم. شكرا لك استاذ حيدر. طبعا انا من صبي الرساله اللي وجهها للجيل الحالي انه لا ينظر للاعمال هذه فقط مثل او ان يتمتع بثقافه المشاهده، وهي موجوده عندهم جميعا ثقافه المشاهده. مش كل المشاهدين يملكون ثقافه المشاهده، في كثير من المشاهدين يعني ياتي لمشاهده اي عمل، وللاسف هذه موجوده صارت نوعا ما في تحديدا في منطقتنا صارت موجوده، انه فقط النقد للنقد، فقط يشاهد النقد. لكن احنا نتمنى الناس يشوفون الاعمال بثقافه المشاهده. نحن الان بدانا صناعه كرتوننا مثل ما قالت الاستاذه امل انه يجب ان نصنعها، احنا بديناها اللي نضع فيها ثقافتنا. الاعمال العالميه اكيد مقدره وعلى العين وعلى الراس، لكن لازم تكون عندنا ثقافتنا موجوده من خلال اعمالنا. لكن للأسف في نسبة بسيطة من المشاهدين نحن دائما نقول ينتقدون لأجل الانتقاد. نحن في البدايات أكيد بيكون في أخطاء في البدايات،
لكن ما ننتظر منهم التشجيع وهو موجود لله الحمد، ونتمنى أنهم يدفعونا دائما للأمام من أجل صناعتنا الخاصة الكرتونية اللي فيها قيمنا. شكرا. طيب أمين شو خلصنا؟ لا لا عندي كذا ملاحظة. أوكي، أول شيء أحب أشكر الجمهور على الحضور. قرب الميكروفون من عندك. نعم، أحب أشكر الجمهور على الحضور، وطبعا أحب أشكر الأستاذ الفاضل أستاذ أمل أستاذ فلاح أستاذ حيدر، وطبعا أحب أبشركم ترى أنا في يعني جهود طيب قاعد تشتغل حاليا، وأنا حاليا واحد من الشباب اللي يعرفون الجماعة طبعا يعني أشتغل مواضيع الشباب والدبلاج وهذا، فأحب أبشركم يعني بشارة كبيرة أن الحين في أعمال قادمة تكون أعمال قوية على مستوى الوطن العربي، فإن شاء الله يعني إن شاء الله إذا تم الأعمال هذه نستضيفكم في الأعمال هذه. شكرا، تسلم. يا مرحبا. أوكي طيب شباب انبسطنا بشوفتكم النهاردة طبعا، وأنا كنت سعيد إنه أكون موجود مع السيدة أمل أستاذ فلاح والسيد حيدر. خليكم موجودين، الإنجليش بانل هتبدأ إن شاء الله كمان شوية مع تروي بيكر وهوفتر. شكرا لحضوركم، وإن شاء الله نشوفكم بكرة والنهاردة. Enjoy AJN Convention.